السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودخلنا في مبحث النفاس وتعريفه، ودم يخرج عند ولادة المرأة أو معها أو بعدها كما هو مفصل في مذهبنا المالكي. وقد قرر السادة المالكية أن الدم الذي يخرج مع الولادة أو بعدها هو دم نفاس، ومنه ما يخرج مع الولادة الأولى أو بعدها أو قبل الولادة الثانية لمن ولد التوأمين. أما الدم الذي يخرج قبل الولادة فهو عندنا دم حيض. وماذا لو شق بطن المرأة وهو الحاصل في زماننا من العمليات القيصرية؟ ولو خرج منها الولد فإنها لا تكون نفساء، وإذا انقضت به العدة. أما السقوط وهو سقوط الجنين، فإن ظهر بعد خلقه من أصبع أو ظفر أو شعر أو نحوه فهو ولد، تصير المرأة بالدم الخارجي عقبه نفساء. وإن لم يظهر من خلقه شيء من نحو ذلك بأن وضعته علقة أو مضغة، فإن أمكن جعل الدم المرئي حيضا بأن صادف عادة حيضها فهو حيض، وإلا فهو دم علة وفساد. وإذا ولدت المرأة توأمين ولدين فمدة نفاسها تعتبر من الأولى، حيث أقر السادة المالكية أنه إذا ولدت توأمين فإن كان بين ولادة هذه التوأمين 60 يوما، وهي أكثر مدة النفاس عندنا، كان لكل من الولدين نفاس مستقل، وإن كان بينهما أقل من ذلك كان للولدين نفاس واحد، ويعتبر مبدأه من الأول لا من الثاني. ولا حد لأقل النفاس ولو دفعة واحدة كالحيض، فيتحقق بلحظة. فإذا ولدت وانقطع دمها عقب الولادة أو ولدت بلا دم انقضى نفاسها، وجب عليها ما يجب على الطاهرات. أما أكثر مدة نفاس فهي 60 يوما. أما أحكام النفاس فيترتب على النفاس ما يترتب على الحيض من أحكام، حيث أن أقل مدة الطهر فيه هي 15 يوما، والنقال متخلل بين دماء نفاس كان نصف شهر فهو طهر، والدم النازل بعده حيض، وإن كان أقل من ذلك فهو دم نفاس. وتلفق أكثر مدة نفاس بأن تضم أيام الدم إلى بعضها، وقد سبق الإشارة إلى التفريق في مبحث الحيض، وتلغي أيام القطاع حتى تبلغ أيام الدم التي هي 60 يوما، فينتهي بذلك نفاسها، ويجب عليها أن تفعل في أيام القطاع ما تفعله الطاهرات من صلاة وصيام ونحو ذلك. ويمنع على النفساء ما يمنع على الحائض من أحكام، وتتشابه معها في التقطيع والتلفيق. والاختلاف الحاصل في الحيض في كونه فيه استظهار، والاستظهار لا يوجد فيه النفساء. ولا بأس بالتذكير بمصطلحات التي سبق الإشارة إليها في مبحث الحيض وتعريفها، هي التي استمر معها الدم بعد تمام حيضها، وحكمها على قسمين: مميزة بعد تمام أقل مدة طهر فهي حائض، وقبل تمام أقل مدة الطهر فهي طاهر، والقسم الثاني غير مميزة وهي طاهرة أبدا.